بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. النهاردة هتبقى حلقة مميزة جدا، معانا ضيوف من العيار الثقيل. بس قبل ما نبدأ حلقتنا وقبل ما نقدم ضيوفنا، يسعدني أن نتقدم بأرق التحيات لجهاز الشرطة المصري بعيد الشرطة، ونقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين، وعاد الله علينا هذه الأيام باليمن والخير والبركات، وأتم على مصر الأمن والأمان الذي نتمتع به في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول له كل سنة وحضرته طيب، ونقول له سير للأمام، فخلفك داعم 100 مليون مصري و400 مليون عربي، ولا تنظر إلى حقد الحاقدين أو ما يحاك من مؤامرات ضد البلد. وفي نهاية كلامي، لا يسعني أن نردد ما دايما يردده السيد الرئيس في خطاباته: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ويسعدني أن يكون معي في هذه الحلقة الكابتن أحمد سعيد، مقدم برنامج الكرة والجماهير على قناة الصحة والجمال. اتفضل يا أستاذ أحمد. أهلا بك يا أستاذ شريف، منور الدنيا كالعادة يعني. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامج بدون أهداف وحلقة جديدة إن شاء الله تنول إعجابكم. معانا النهاردة حلقة مميزة جدا، برحب بضيوفي اللي موجودين معانا النهاردة: الأستاذ وليد نادر، لاعب ناشئين النادي الأهلي ونادي الترسانة، وحاليا مدير قطاع القرى بنادي أسمنت حلوان. منور الدنيا يا أستاذ وليد. نجم مصر والضيف الجميل المحترم الخلوق ذو القيمة الكبيرة خارج الملعب وداخل الملعب، كابتن محمود ابو الذهب، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. منور الدنيا كابتن محمود. حبيبي يا كابتن احمد، انا بشكرك على المقدمه الحلوه ديت، وسعيد جدا مع الكابتن وليد نادر مدير قطاع الناشئين قطاع الكره بنادي اسمنت حلوان، ومع الاستاذ شريف ومع حضرتك، وانا سعيد جدا، وان شاء الله تبقى حلقه جميله تنال اعجاب المشاهدين. ان شاء الله معانا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا نبدا اولى حلقاتنا النهارده مع زميلي الجميل المحترم الاستاذ شريف فاروق. عندنا ايه النهارده يا استاذ شريف تقدمه؟ ان شاء الله باذن الله بنبارك لمنتخب مصر لكره اليد على بطوله افريقيا، تمام، اللي تغلب فيها في المباراه النهائيه على تونس، واستطعنا الصعود لطوكيو، وان شاء الله بالتوفيق. منظومه محترمه، منظومه منتظمه، وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ومعنا فقرات تانية، منها تحليل لماتش الزمالك ومازيمبي، أيوة، والأهلي والترجي التونسي والنجم الساحلي. والنجم الساحلي، أيوة. معاك ايه بقى النهارده؟ برضو استغل الفرصة ان احنا نبارك لنادي الزمالك على افتتاحه لقناته الجديدة، اللي هي صرح من صروح الإعلام في مصر، وأبارك لجمهور الزمالك بصفة عامة، وللمستشار مرتضى منصور بصفة خاصة. إن شاء الله ألف مبروك لنادي الزمالك، وإن شاء الله نبارك لنادي الأهلي إن شاء الله الأسبوع القادم يا أستاذ شريف. بإذن الله. إن شاء الله. تفضل يا أستاذ شريف، معاك النهاردة إيه بقى في أولى الأسئلة بتاعت ندخل في نقطة الزمالك الأول؟ إن شاء الله. ماشي، تفضل. أول سؤال لكابتن محمود، هو حضرتك المفروض المعتاد ان انا اسالك عن تحليل ماتش الزمالك ومازيمبي، لكن انا هخرج عن المعتاد واسالك سؤال يا ريت حضرتك تجاوبني عليه: ايه تقييمك لكارترون خلال ال 55 يوم اللي مسك فيها فريق نادي الزمالك؟ يعني بص يا استاذ شريف، هو سؤال حلو قوي، او سؤال جميل جدا. يمكن انت تقييم المدير الفني لاي فريق، ان مدير، يمكن كارترون جه في نص الموسم، يعتبر ان هو جه في نص الموسم، ان هو راجل ما كابش لعيبه او ما عملش فتره اعداد او ما حضرش او ما تعايشش مع اللعيبه بشكل كويس، فاكيد هو جه على لعيبه هو مفروض عليه او مش مفروض عليه. لعيبه الزمالك
لعيبه كبيره، لعيبه بطولات، لعيبه محترفه، لعيبه عارفه قيمه نادي الزمالك الموجوده. مستر كارترون مش بعيد او مش غريب على الكره المصريه، ان هو كان ماسك النادي الاهلي قبل كده، فريق كبير حافظ يعني ايه الكره المصريه، عارف الفتره اللي فاتت ممكن كان في بعض المشاكل في نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت من بعض اللاعبين، لكن هو قدر يلم الفرقه، قدر ان هو بدعم مجلس الاداره ان هو يقدر يلم الفرقه. يمكن شايفينه ماشي في الدوري بشكل كويس، كان في اخفاقات في بعض الماتشات، لكن في بطوله افريقيا ماشي بشكل ماشي محترم كويس. ماشي ان هو عايز يصعد، فالراجل على قد ما بيقدر. ان هو كان عنده غيابات برضه، كان حمدي النجاس غاب فرجع طلع احمد عامر اللعيب الصغير، وده على فكره حاجه كويسه جدا. احمد عيد احمد عيد. طبعا البكرايت لعيب كويس جدا. ان انت النهارده المدير الفني لما بيجي يطلع ناشئ دي بتبقى عنده اهم من البطوله، فدي يمكن عاملها بشكل كويس جدا. مدير فني محترم بيعرف عارف الكره المصريه بشكل كويس. بمناسبه برضو كارترون نروح للاستاذ وليد يا استاذ شريف. طبعا مازيمبي كان نازل بتكتل دفاعي من اول دقيقه، هل تغييرات كابتن المدير الفني نادي الزمالك كارترون بتغيير ونجم ما كانش كبالة ومصطفى مصطفى فتحي، دول لو كانوا بدأوا بدري في الشوط الأول كان أفضل؟ طيب أنا ليا وجهة نظر في ماتش الزمالك ومازيمبي. اتفضل. الزمالك مدير الفني ليه ما قراش الماتش كويس، ده وجهة نظر كارترون. يعني هو بدأ بداية كويسة في الشوط الأولاني، تمام، ضغط على مازيمبي، ما قدرش يحافظ على الطريقه الهجوميه اللي لعب بيها دي في الشوط الاولاني، تغييراته ما اثمرتش عن اهداف كان ممكن تتحقق في المباراه، بالعكس كان ادت الى سلبيات بعد كده في الشوط الثاني. الفرقه مازيمبي ضغطت على الزمالك وكان ممكن تجيب اهداف وكان هتحرج نادي الزمالك بطريقه كبيره جدا، بس هو في الاخر هو زي ما قال كابتن محمود كارترون كان نازل الماتش عنده هدف واحد بس، ان هو يطلع بالثلاثه بونت، ما قدرش يحققهم، ربنا يخسر ما يخسرش ما يخسرش. طيب يا كابتن محمود، الزمالك تعادل مع مازيمبي، بقى كل فريق لاعب 5 ماتشات، فريق مازيمبي عنده 11 نقطه، الزمالك عنده 8 نقط. هو نبارك نادي الزمالك برضو على صعوده، صعد عشان زيسكو اتعادل مع اول اغسطس، هدية ما كانتش طبعًا في الحسبان. عايزين نعرف تقييم حضرتك لماتش الزمالك ومازيمبي، بالذات الشوط الثاني. يمكن الشوط الاولاني كان الزمالك، يمكن انا عايز انا اتفرجت على المباراه، يمكن مجمل المباراه جدا لعيبه الزمالك ما احترمتش مازيمبي بشكل كبير جدا. هم نازلين عارفين ان هم هيكسبوا في اي وقت، فممكن المباراه اتسرقت منهم بشكل كبير، حصل توتر في المباراه ان اللعيبه عايزه تكسب، فالوقت اتسرق يا كابتن احمد بشكل كبير جدا. اي فرقه يمكن احنا بنلعب في افريقيا لازم احترم الفرقه، فرقه مازيمبي من الفرق كويسه جدا، متصدره المجموعه بشكل كبير، فعقبال ما لمت لعيبه الزمالك لمت نفسها بشكل محترم، لكن كانت المباراه اتسرقت بشكل كبير في الدقيقه الاخيره، لكن الزمالك ادى مباراه كويسه، ادى مباراه محترمه. الهدف منها زي ما قلت لحضرتك، الهدف منها ان انت بتصعد، ان انت عاوز تصعد للمربع الذهبي، وبعد كده بيبقى لها حسابات ثانيه، لكن انا بقول لك اي فرقه ما كان انت نادي الزمالك او النادي الاهلي عامه، احنا في مصر بنتكلم ان احنا بنقول ان هم قطبين كبيرين في افريقيا، اي فريق هتيجي تلعبهم هتبقى عاملين لهم حساب بشكل كبير جدا، عارفين هم بيلعبوا مين، عارفين هم بيلعبوا قصاد مين، فرقتين قواي، فرقتين بجماهيرهم كبيره، لكن بتبقى راجعه للعيبه في الملعب ان لازم احترم الخصم مهما كان هو مين، ضعيف قوي لازم احترمه. انا بيبقى عندي هدف انا كفريق او في اي فرقه في الدنيا، لازم انا بلعب على الثلاثه بونت او نازل عندي هدف ان انا اكسب الثلاثه بونت، فده اللي كان حصل في ماتش الزمالك. طب ده يقودنا لسؤال يا كابتن محمود، هو الزمالك في الشوط الثاني ظهر انخفاض المستوى البدني بتاع الفريق. هو الراجل اللي بيتكلم فيها. هل الزمالك يحتاج لمدرب احمال ولا ما يحتاجش؟ يا كابتن شريف انت بتتكلم على فريق بطل، يعني فريق بطل، فريق نادي الزمالك. انا ما اقدرش اقول لك النهارده في نص الموسم انا محتاج فريق مدرب احمال. انا نادي الزمالك حاطط سيستم، حاطط بلان ان نادي الزمالك انت بتلعب على 3-4 بطولات،
ان انا لازم اخش اي بطوله لازم ابقى منافس عليها زيه زي النادي الاهلي. لازم ابقى انا داخل عليها، لكن ما اجيش في نص الموسم اقول لك انا عاوز مدرب احمال. ما ينفعش يطلع مدير فني يطلع يقول زي مستر كارترون ما قالها، قال لك ان اللياقه البدنيه منخفضه او اللياقه البدنيه ما فيش لياقه بدنيه. ده نادي الزمالك، انا بكلمك كفريق نادي الزمالك كنادي كبير. ما ينفعش ان انا اقول ان انا محتاج ان انا اجيب مدرب احمال في الفتره دي. يبقى انا نادي الزمالك، يبقى انا اعيد ان انا بقول لك انا بديك انذار مسبق ان انا مش هلعب على بطوله او ان انا مش هنافس على بطوله. يبقى انا كده، لان النادي الاهلي، احنا شفنا نادي الزمالك في البطوله، بطوله الدوري، النادي الاهلي ماشي ماشي بشكل كويس جدا وبيكسب، مفيش منافس. بس الاهلي في مدرب احمال في النادي الاهلي؟ لا، ما هو اي جهاز فني يا استاذ شريف بيجي بيجيب كل ادواته معاه، اللي هي ادواته اللي هي ايه؟ الاجهزه، مدرب احمال، طبيب، مدرب عام، مساعد، محل الاداء، كل ده بيبقى متواجد. ده الفكر اللي اتغير في اوروبا او اللي موجود في اوروبا. لكن انا ما اجيش النهارده انت جاي مستر كارترون ان انت تستفاد من خبراته او ان انت بتلعب في الدوري المصري. وعايز اقول لحضرتك حاجه، يعني لما بيطلع مستر كارترون بيطلع ويقول لك مبررات انا ما بقبلهاش، انا كمحمود ابو الدهب مش هقبلها. ليه؟ لان انت جاي وماسك فريق نادي الزمالك، فريق بطل، وانت جاي عامل حسابك كمدير فني عالمي ان انت محترف، يبقى عندك كل ادواتك المساعده اللي موجوده ان انت تشتغل عليها. لكن ما ينفعش اطلع اقول لك في برنامج لا لعيبه الزمالك او فريق الزمالك اللياقه البدنيه بتاعتهم منخفضه او اللياقه مش عاليه. انت في نص الموسم، يعني احنا دخلنا على الدور الثاني. لا بالعكس يا كابتن محمود، كارترون قال ان انا مش عايز مدرب احمال. بس هل من وجهه نظرك الزمالك محتاج لمدرب احمال ولا مش محتاج؟ لا، انت عندك لعيبه دوليه، معظم اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك لعيبه دوليه. لما تيجي تتكلم على لعيبه شيكابالا، تتكلم على طارق حامد، تتكلم على فرنجاني ساسي، ده لعيب منتخب تونس. عندك لعيبه محترمه بشكل كبير جدا، فما ينفعش. هو مش محتاج، هو جار العرف نفسه يا كابتن محمود. ضغط مباريات هو، وعندك ضغط مباريات، انت كل دوري وافريقيا، فهو مش محتاج مدرب دلوقتي. كابتن وليد، انت بتلعب كل 48 ساعه ماتش، فانت انت النهارده انت بين الماتش والماتش انت لازم تعمل استشفاء. انت مش محتاج ان انت ترفع معدلات اللياقه البدنيه، لان انت ما عندكش وقت. انت بتلعب كل 3 4 ماتشات، دخلت على افريقيا بتكمل افريقيا، عندك لعيبه بتروح منتخب مصر. فانت كل اللعيبه اللي موجوده دي انت هتعمل لها، هم جاهزين اوتوماتيك. ده كان في فتره الاعداد يا استاذ شريف، عملوا فتره الاعداد. هروح للاستاذ وليد نادر يا استاذ شريف. طبعا حضرتك بعد تعادل زيسكو اول اغسطس بيهدي الزمالك بطاقه التاهل لربع النهائي، ولكن طبعا انت داخل على مرحله صعبه، خروج المغلوب، ما عادش بقى فيه هزار ولا بقى نقول احمال ولا الاداء مش كويس. طبعا حضرتك يا كابتن وليد، فضل. كابتن احمد، اتفضل. معانا مداخله تليفونيه من هبه فاروق من ملاوي. الو 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 ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شريف؟ الحمد لله. على فكره هبه دي اختي انا. ازيك يا استاذه هبه؟ الحمد لله، منوره. الف مبروك على البرنامج. الله يخليك، الله يحفظك. الف مبروك وربنا يوفقك يا رب. الله يخليك، الله يبارك فيك. الله يخليك. ماشي، متشكرين جدا يا هبه. ماشي، كلم احمد عايز يبارك لك. ماشي يا سيدي. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا خالد شريف؟ ازيك يا احمد، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الله يخليك، الف مبروك على البرنامج الجديد. الله يحفظك، الله يخليك، ربنا يوفقك يا رب. الله يبارك. انت زملكاوي ولا اهلاوي يا احمد؟ انا زملكاوي جدا. طيب كويس. انت مش عارف انا بنكوشه بس انا. ماشي، مشكرين يا احمد. نرجع لسؤالنا، نرجع لسؤالنا. طبعا بعد التعادل ده الزمالك اتأهل لربع النهائي. انت شايف يا استاذ وليد وجهه نظرك الزمالك بيحتاج ايه للمرحله اللي جايه؟ لان ما عادش فيها بقى يعني اللعب التجاري اللي احنا بنقول عليه، او النقطه او النقطتين، الخروج المغلوب. فالزمالك بيحتاج ايه في الفتره اللي جايه من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن احمد، هو كارترون مدرب كبير. طبعا عارف امكانيات لعبته كويس قوي. تمام. عارف المجموعه اللي هتقدر تكمل معاه ويصعب بيها نهائي البطوله. هو يستقر بس على التشكيل بتاعه. ويكون تغييراته في حدود ضيقه جدا. عنده مجموعه كبيره لازم يستفيد من كل واحد فيهم في مركزه. تمام. يعالج الاخطاء اللي احنا شفناها في ماتش مازيمبي، لان كانت اخطاء كبيره ممكن تاثر على
مسيرة نادي الزمالك في البطولة لأنه هيقابل فرق قوية جدا بعد كده وطلوع المغلوب، ودي طبعا خلاص ما عادش فيها ما عادش بقى في كلام ما عادش بقى تجميع نقط يعني، لا هو دلوقتي بيلعب مباراة كوس. أيوة لازم يلعب. خروج المغلوب دي صعبة يعني، لازم الفرقة بقى تكون جاهزة، ما عادش فيه هزار وما يتكلمش بقى كتير يعني. هو أيوة. أنا مش عايزه يتكلم كتير، هو يعني يعالج السلبيات اللي موجودة في الفريق. أيوة. ويشتغل على مجموعه اللعيبه اللي موجوده معاه. تمام. بس ويدعم اذا كان هو يقدر بقى يدعم الناشئين، اذا كان هو عنده خلل هو شايفه المجموعه اللي موجوده. تدعيمات بقى من يدعم الناشئين. بقى في الناشئين. كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن محمود، في ماتش الزمالك لاحظنا في التسخين قبل الماتش اصابه بن شرقي. تمام. وطلع باكي وده شعور كويس يعني يشكر عليه. فهل كان وجود بن شرقي في المباراة ممكن يغير من نتيجة المباراة ولا رأي حضرتك ايه؟ لا، بن شرقي لعيب كويس جدا وهداف، بيعرف يجيب جون طبعا يعني. اكيد الاصابة اثرت عليه بشكل كبير جدا، او اثرت على تيم نادي الزمالك وارباكة حسابات مستر كارترون، لان المدير الفني حاطط سيناريو، لان المدير الفني كابتن شريف استاذ شريف ان هو بيبقى عنده سيناريوهات للمباراه سواء داخل الملعب او خارج الملعب، ان هو بيبقى عامل حسابه ان مثلا بن شرقي بيبقى باني خطته عليه، ان هو راجل بيعرف يجيب جون، بيعرف بيتحرك بشكل كويس جدا، بيعرف ان هو بيجي من تحت لقدام لان بيبقى مقدمون من الخلف بشكل بيعملها هو شكله كويس جدا. الحاجه الثانيه بن شرقي محطه كويسه قوي ان هو يقدر يمسك الكوره، واللعب في افريقيا كان محتاج بن شرقي في الحته ديت، يمكن هي اربكه حسابات كارترون، فاكيد اثرت الاصابه بتاعت بن شرقي اصابت بشكل كبير جدا على اداء نادي الزمالك. طب ايه راي حضرتك في يعني، هل راي حضرتك شيكابالا كان يبدا الماتش زي ما بدا كده ولا كان ممكن كارترون يخليك تبديل في الشوط الثاني؟ انا عايز اقول لك الحاجه، يمكن ما انا زي ما قلت لحضرتك ان المدير الفني بيبقى عنده حسابات، ممكن يكون شايف ان شيكابالا يبقى ورقه رابحه ان هي تنزل، ان مصطفى محمد بيقدر يهد المدافعين بتاع افريقيا، لان انت عارف اللعب الافريقي برضو بيبقى نوع من الانواع فيه غشم شويه. ان انت راجل محتاج ان انت لازم تبقى عندك عنف او تبقى عندك اجريسيف ان انت بتخش فيهم بشكل كويس جدا، بينزل واحد زي شيكابالا عنده مهارات عنده حلول يقدر يخلص لك المباراه بشكل كويس يعني. طب نستاذن حضرتك في مداخله تليفونيه من محمد من كفر الشيخ. طيب المكالمة فصلت. طيب يعني من رأي حضرتك ان صح بداية شيكابالا للمباراة؟ لا، شيكابالا لعيب كويس، لعيب بيقدر يوصل لك، عنده يعمل لك اسيست كويس، يقدر يوصل لك المهاجمين نادي الزمالك للجون بشكل كويس جدا. شيكابالا من اللعيبة برضو اللي عندهم ميزة يا استاذ شريف ان هو بيلعب على الجون. وده نادر لما بتلاقي مهاجم انه بيروح على الجون او بيبقى عنده الجرأة ان هو بيروح على الجون وبيروح ومصمم ان هو يجيب جول. حاجه ثانيه، يمكن احنا بنعلم الناشئين دايما لما تلعب، وشيكابالا بيعملها ولعيب كبير ولعيب ده ان هو واحد على واحد لازم يعدي، ودي حاجه كويسه جدا ونادر ان انت تلاقي لعيب في مصر بيعملها، لكن شيكابالا لعيب كبير لعيب كويس كمان عنده ميزه ان هو قائد في الملعب. هو يعني يا كابتن معلش من رايي الشخصي ان شيكابالا من احرف اللعيبه للعبه كره القدم في مصر. دي حقيقه، ولعيب كويس ولعيب غيور على نادي الزمالك ولعيب مفيد لنادي الزمالك. بس يا كابتن محمود يعني مع احترامي طبعا شيكابالا من احرف اللعيبه اللي جت في مصر. لعيب مهاري جدا، شويط، بيعرف عنده حلول في الملعب. بس شيكابالا دلوقتي مش هو شيكابالا من 10 سنين. طبعا. فاحنا لما تيجي تتكلم دلوقتي عن شيكابالا كابتن شريف بيقول لك هو يبتدي ولا لا في الشوط الاولاني؟ لا هو ما يبتديش. لان حسب وجهه عامل السن والمجهود شيكابالا ما يكملش ماتش كامل. يعني شيكابالا بينزله المدرب عشان يعمل له حلول في وقت هو مزنوق فيه. طيب. لو يسحب الفرقه اللي قدام بس. طيب بمناسبه شيكابالا يا استاذ شريف برضو طالما بقى الحديث عن شيكابالا يعني ايه رايك يا كابتن محمود؟ شيكابالا بيكتب اسم نجلو على التيشيرت من الخلف، ايه رايك في اللقطه دي؟ يعني انا يعني ادم يعني كاتب ادم يعني وادم ابنه على التيشيرت ابنه. انت عارف يعني كابتن احمد يعني حاجه كويسه جدا ان انت بتتمنى الحاجه الوحيده اللي بتتمنى يبقى احسن منك ابنك. طب هل ما بيبقاش يعني مدير الكره ما بيتابعش الحاجات دي مثلا مع الفريق، وان دي مثلا بنعتبرها حاجه شاذه عن انضباط الفريق في؟ لا 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 معلش يا استاذ احمد، معانا مكالمه. لا ما ابو ادم معانا مداخله تليفونيه. محمد من كفر الشيخ. اهلا استاذ محمد. اهلا كابتن فاروق. اهلا بيك كابتن فاروق. والله ازيك يا ابو حميد؟ ازيك كابتن احمد حبيبي الغالي؟ ما
منور يا كابتن وائل والله، انت والمدفعج الكابتن محمود ابو الدهب. حبيبي ربنا يخليك. عايز بس اتكلم عن تجربتي مع شركه تذكرتي في حوار الدخول في الاستاد وكده. تمام. يا ريت يا ريت. ممكن يا كابتن تعرف تقول لي ايه عيوب مثلا دخول الاحلام للاستاد؟ الاعلام تقصد؟ الاعلام. اه انا داخل بعالم الزمالك اتمنى. ايوه. هو احنا بندخله كده كده هو جنب بس الاعلام. يا استاذ محمد، ممكن العلم بيبقى فيه عصاية او حاجه زي كده؟ لا خلعين خلعين والله. طب ايه المضايقات اللي يعني انت بتتكلم عن الاعلام، ايه تاني يا محمد ممكن تقوله لنا؟ يعني الاعلام يعني في طباع غلط، انا حاجز ثالثة يمين، انا دخلت درجه اولى. تمام. قلت لهم كده. طيب ما هم رقوق اهو يا محمد، بدل الثالثه بقيت في الاولى، ده ما تزعلش. الراجل عايز يروح مع زمايله. لا انا كنت عايز الثالثه يمين، الثالثه يمين غير يا كابتن. طبعا انا عارف. ممكن يا استاذ محمد يكون منع الاعلام والحاجات دي يعني حرصا على امن الجماهير. مش ليه حرصا على امن ايه؟ هخنق بيها واحد مثلا كابتن ولا ايه؟ صحيح هو تصرف غريب يعني، ازاي ليه منعوه يعني؟ احنا حطيناه برضه، احنا خدناه برضه دخلناه، بس ليه يعني؟ طيب انت انت بلغت عن نفسك على الهواء اهو. كابتن شريف لو هي ممنوعه كان الامن اعلن ان ممنوع نزول الاعلام. احنا نتمنى يا ابو حميد. شكرا لاتصالك يا استاذ محمد. قطع محمد. ماشي. إيه كنا بنقول ابو ادم يا كابتن محمود، ايه رايك؟ لا دي حاجه كويسه، حاجه طبيعيه. حاجه طبيعيه جدا ابو ادم، يعني زي ما هو في الشارع بتقابل مثلا بقول يا كابتن وليد، يعني نادر الراجل على فكره اخ لينا، غير ان هو رئيس الاجهزه الفنيه او رئيس يعتبر رئيس المنظومه اللي احنا موجودين فيها. احنا بنقول له يا ابو احمد. يعني دي على فكره، على فكره كلنا كده يعني. انا بتقال يعني انا ببقى سعيد جدا ان ابني، يعني اكيد هو بيبقى سعيد جدا فرحان ان ولا ودليل يا كابتن ان هي مش ممنوعه. لا مش ان الكاف النهارده لا هو كان مطالب ان وقع غرامه على شيكابالا، بس الكاف النهارده رفض توقيع عقاب على شيكابالا. هي اصول او في جار العرف في الكوره ان انا اسمي محمود ابو الدهب بكتب عليه ذهب او بختصر اسمي دهب او بالدهب. هو الطبيعي ان انا اكتب اسم انا مش اسم ابني. لكن انا اسم، لان مش ابني اللي بيلعب، انا اللي بلعب. لكن انا ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن احط صورته، ممكن البس تيشيرت عليه صورته، لكن اي حاجه جديده يعني عارف انت. ولكنه تصرف ما فيهوش عقوبه. هو ما فيهوش عقوبه، بس هو لازم يبقى فيه لفت نظر. لفت نظر مش عقوبه او مش غلط. لا هو ان هو انت الفانيلا بتاعتك، ان انت تلبس فانيلتك اللي عليها اسمك عشان الجماهير عارفه ان طول عمرك ان ده شيكابالا او ده محمود ابو الدهب او ده كابتن وليد كده. لكن انا ما ينفعش اجيب اسم حد تاني واحط عليه حتى طيب. مهما كان هو ابنك. أيوه. دي فانيلتك انت اللي انت بتلعب بيها واللي الجمهور عارفك بيها. اللي الجماهير عارفك بيها. ايوه. طب يا كابتن وليد، في علامه استفهام حول اداء فرجاني ساسي مع الزمالك في الفتره الاخيره، ممكن حضرتك توضح لنا؟ يعني السنه اللي فاتت كان متوهج، كان نجم، كان بيفرق جامد مع فرقه الزمالك، السنه دي يعني برضو في انخفاض شويه في المستوى. بص، صعود مستوى اللاعب او انخفاض مستوى بيرجع اولا اما اذا كان عنده اصابه مثلا وتعافى منها، فلسه ما كملش تعافيه من الاصابه ما كملتش، او مشكله مع الجهاز الفني، يعني الجهاز الفني وظفه في مكان هو مش عايزه. تمام. او بيغيره في توقيتات هو مش حاببها، فده بيأثر نفسيا على اللاعب. لكن هو فنيا هل هو قل بصفه كبيره او بشكل كبير عن السنه اللي فاتت؟ لا، هو الراجل لعيب كوره ولعيب كويس جدا. بس مستواه فرق جامد مع ما انا بقول لحضرتك. وبعد كده معلش، في يعني فرجاني ساسي لا بيتغير ولا فيه مثلا اي مشاكل مع، ما سمعناش عن مشاكل مع الجهاز الفني. دي حاجات فنيه لازم يبحثها الجهاز الفني. ممكن يكون هو عنده مشكله، عنده اصابه، عنده حاجات نفسيه، لازم الجهاز الفني يقعد معاه ويعالج الكلام ده، لان هو لعيب كبير فعلا وبيأثر مع اداؤه. لو اداؤه اتاثر الفرقه كلها هتتاثر معاه. رتم اداء الزمالك في فرجاني ساسي فعلا انا اتفق معاك يا كابتن وليد. محور ارتكاز في الفرقه. احمد معانا مداخله الكابتن سعيد الشناوي. اهلا يا كابتن سعيد.
مساء الخير كابتن شريف ومنور وشياكة وجميل. الله يحفظك. منور الحلقة كالعادة وجميل كابتن أحمد، منورين الدنيا. ده نورك. والمدفعج اللي وحشنا إن إحنا نمسك أمثال 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 ونجمنا الكبير كابتن محمود أبو الدهب. حبيبي يا كابتن. والراقي والهادئ والمثقف كابتن وليد، تحياتي لكم جميعا. في عجلة سريعة كالعادة، أولا ببارك للزمالك الصعود، ببارك للأهلي مؤقتا برضو، ونتمنى ان شاء الله الفوز في المباراه القادمه في السودان. ولكن تعقيبا بس تعقيب بسيط لحاجه تطرق لها الكابتن الجميل كابتن محمود ابو الدهب وهو استاذ وصاحب خبره، فريق الزمالك ينقصه الاعداد البدني الصحيح من بدايه الموسم. كان واضح جدا يا كابتن محمود ان في لعيبه، ناهيك عن بعض الانكسار النفسي والمشاكل السيكولوجيه والشخصيه اللي موجوده كنت بلاحظها على معظم لاعبي نادي الزمالك. هذا الكلام ينطبق ايضا على لاعبي النادي الاهلي. يا كابتن احنا داخلين ادوار ربع نهائي ما فيهاش بالعربي كده بلغه الناس المشجعه الدرجه الثالثه زينا ما فيهاش يا مرحميني. يعني محتاج، انت بتلاعب فرق جباره مستعده بدني من اول السيزون، فرق محتاجة ان انت تجاريها في الملعب. اخطأ كارتيرون عندما تم استنزاف فريق الزمالك في الشوط الاول بدنيا، وتم تغيير الاستراتيجية بتاعت المدير الفني بتاع مازين بالله، انا بحييه فعلا على تغيير الاستراتيجية ديت، وقدر يستحوذ في الشوط الثاني على النادي الزمالك، وكان قاب قوسين او ادنى ان هو يحرز اهداف في نادي الزمالك. البدني يا كابتن محمود كان غير جاهز من بداية الموسم نادي الزمالك، ناهيك عن الحاله النفسيه اللي ملاحظينها كلنا عشان نكون بشفيه عشان نعالج بايجابيه. النادي الاهلي هذا المستوى انا اتمنى ان شاء الله اني اشوف مستوى ثاني، وانا من رايي الشخصي ان نادي الزمالك والنادي الاهلي هيحطونا في معادله صعبه جدا في مباريات الادوار اللي جايه ان شاء الله، واني امل امل كبير جدا لان احنا زعماء الامه العربيه كلها ان يكون الفاينل بين الزمالك. متشكرين يا كابتن سعيد، وان شاء الله نتمنى من حضرتك مداخلات تانية ان شاء الله. طيب يا كابتن محمود، الزمالك بمستوى ده، طيب مداخله تليفونيه تاني، الاستاذ محمد من الجيزه. اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون شويه لو سمحت. بمسي على الكابتن طبعا شريف، ومسي على الكابتن محمود ابو الدهب، والكابتن احمد سعيد، والكابتن وليد طبعا. اهلا وسهلا. وليا تعقيب صغير بس بعد اذن حضراتكم على شركه تذكرتي. تمام. لو سمحتوا بعد اذن حضراتكم، بس الشركه دي هي للجمهور المصري. تمام. فطبعا احنا دلوقتي عاوزين سيستم معين يا كابتن احمد ويا كابتن شريف ويا كابتن محمود ابو الدهب، انت سيد العارفين علشان انت كنت في الملعب وانت كنت نجم كبير ومتوهج ولامع مع النادي الاهلي، فانت عارف يعني ايه جمهور. طبعا احنا شفنا يعني حكايات في الدخول اثناء تواجدنا في استاد السلام، وهو من شركة تذكرتي. تذكرتي يعني السيستم غلط او في امور غلط، احنا من الناس ذنب يا كابتن شريف، يا كابتن احمد، يا سعيد، انت سيدي عارفين يعني ايه جمهور. الجمهور ده هو الملح بتاع الطعام. تمام. هو الملح بتاع الملعب، هو الملح بتاع اللعيبه. تمام. فطبعا احنا يعني بامانه الله احنا شفنا العذاب الوان في اثناء دخولنا مباراه. طب يا استاذ محمد، اتفضل. ليه ما نعتبرش تذكرتي تجربه جديده لسه في يعني في البدايه، واكيد هيطوروا في الاداء وهيطوروا من 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 نظامهم، وان شاء الله نوصل للمستوى اللي احنا عايزينه في الفترات القادمه. السيستم كله على بعضيه غلط، وزي ما قال المستشار مصطدمه مش هتعامل مع شركه تذكرتي. متشكرين ليك يا استاذ محمد. بس استاذنك يا استاذ شريف، اتفضل اتفضل اتفضل. ان كل المداخلات اللي اتكلمت على شركه تذكرتي اتكلمت على ماتش الزمالك ومازيمبي، ما اتكلموش على ماتش الاهلي والنجم الساحلي. فواضح ان المشكله مش في تذكرتي، يعني انا دي رؤيه شخصيه، ان واضح ان في مشكله في التنظيم
الخاص بنادي الزمالك للمباراة أو لدخول الجماهير، خصوصا إن في جمهور كان في الثالثة راح الأولى. راح الأولى. أيوة أيوة. هل تذكرتي هتفرق ما بين ماتش الأهلي وماتش الزمالك؟ لا واحد. هو هنا المشكلة هنا هو إدارية داخل نادي الزمالك واضحة جدا، لأن كل المشاكل وكل التعليقات تمام جاية على ماتش الزمالك ومازيمبي، ما جاتش على ماتش الأهلي والنادي الساحلي. ما هو لسه الاهلي خلصان دلوقتي، ممكن لسه يجي لنا. لا بس يعني ما اعرفش يعني. ماشي، واضحه قوي قوي. اتفضل يا استاذ شريف. طيب يا كابتن محمود، هل استحق الونش الكارت الاصفر في الماتش؟ لا، هو سردباك دايما بيبقى لعبه بصفه كبيره ان هو بيبقى ماسك الفرود اللي عليه، فاكيد بتبقى الحكم معاه بيبقى متحفز بشكل كبير جدا، لان هو بيبقى عنده اجريسيف شويه في اللعب. لكن المدافع دايما، انا بحب المدافعين اللي هي لعبه كوره، ان هي بتبتدي تنقل الهجمه من تحت. لكن انا سعيد جدا باداء الونش في الفتره اللي فاتت. لعيب على فكره من السردباكات الكويسه جدا، لعيب عنده روح، لعيب من اللعيبه اللي بتعرف تمسك الفيرود كويس قوي. لان انا في الاول وفي الاخر يا كابتن شريف، ان انت لما بتقول للفيرود او بتقول للمدافع، انت كل شغلانتك في الملعب ان انت بتمسك الفرود ده ما يجيبش جول. ادي شغلته في الملعب، يقطع الكره ويسلمها. زي الفرود اللي احنا بنقول له انت بتعرف لازم تجيب لي جول. ما انا فرود، انت شغلانتك فرود. زي نص الملعب، كان الكابتن وليد اتكلم على فرجاني ساسي. انا عايز اقول لك على حاجه، فرق المستوى نادي الزمالك السنه الموسم اللي فات كان عالي جدا، وكان بينافس على بطوله الدوري العام، فبالتالي كان فرجاني ساسي كان عامل فرق كبير جدا وكان مستوى عالي. فرقه الزمالك السنه دي، هل هي فرقه الزمالك السنه اللي فاتت؟ فاحنا عشان بس ما نظلمش فرجاني ساسي، فبالتالي ان فرجاني ساسي انخفض اداؤه مع فرقه الزمالك، لان الموسم اللي فات غير الموسم ده. النهارده الزمالك عنده اخفاقات كتير جدا. لا بس يعني بالمقارنه، لا هو لعب كويس بالمقارنه يا كابتن. يعني كابتن طارق حامد مستواه ثابت السنه اللي فاتت والسنه دي. لا بس انا عاوز اقول لك على حاجه، فقدت نجاز انت برضو عندك لعيبه كتير جدا مشيت، او لعيبه عندك، كان عندك لعيبه مستوى عالي جدا. كان عندك عبد الله جمعه، من عبد الله جمعه ما كانش بيلعب باك ليفت، بقى يلعب باك ليفت، ادى بشكل كبير جدا. طب نستاذن حضرتك في مداخله، الاستاذ اشرف من المنيا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بصبح عليك يا كابتن شريف، انت والكابتن وليد، والكابتن ابو الدهب، والكابتن احمد. مساء الخير، منورين الدنيا يا فندم. والله الله يخليك، الله يحفظك، والف مبروك على البرنامج الجميل ده والله العظيم. بحيي كل الضيوف وكل المشاهدين والقناه والقائمين على القناه. وربنا ان شاء الله خير عليكم يا رب ان شاء الله. انت اهلاوي ولا زملكاوي يا استاذ اشرف؟ والله انا كنت اهلاوي، بس من بعد ما شفتك خلاص. مجامله حلوه دي يا استاذ اشرف. ماشي، الف شكر ليك يا استاذ اشرف. يعني طيب، من وجهه نظرك يا كابتن وليد، مين رجل مباراه الزمالك ومازيمبي؟ يعني اقول لك يا مازيمبي. طارق حامد. لا، بالنسبه لنادي الزمالك مين رجل المباراه؟ طارق حامد. رغم عنفه الزياده شويه، يعني انا يعني الحاجه الوحيده اللي باخدها على طارق حامد اللي لعبه عنيف بزياده، يعني المفروض يهدى شويه عن كده، لانه ممكن يتعرض لانذارات وطرد كتير. تمام. طب هل التمريرات الكتيره الخطا من دفاع نادي الزمالك ادت الى يعني يكون ضغط عليهم الشوط الثاني؟ احنا قلنا حضرتك ان الشوط الاولاني الزمالك ادى بشكل كويس، الشوط الثاني مستواه انخفض بشكل كبير بسبب انخفاض اللياقه البدنيه لكل الفرقه. صح. فكان في ميس باس كتير، الفرقه كلها تراجعت مستواها، ده خلى مازيمبي بيهجم وكان ممكن يعرض الزمالك لهزيمه لولا ستر ربنا، يعني اللي عدت على خير يعني. طيب كابتن محمود، في مداخلة تانية قبل ما تسألني؟ لا لا تحت. طيب معلش، معنا لا في معنا الأستاذ حسن عالم الدين، مفجر قضية القرن. أهلا أستاذ حسن. أهلا بيك يا فندم. والله أنا أصريت والحمد لله ربنا كرمني وقدرت ألحق أعمل مداخلة، لأن الحلقة عجباني جدا، الجو الجميل اللي فيها ده بالهدوء بالرزانه بالحياديه. الاول بقول دعواتكم لكبير مشجعي الزمالك سيد جوده
عمل حادث سير هو وابنه، فبندعو له بالشفاء العاجل ربنا يشفيه عشان سيد جودة اخ ورفيق العمر يعني. الحاجة التانية طبعا بيتفق معايا الأستاذ شريف والأستاذ وليد والكابتن أبو الدهب وقبل كل الأستاذ أحمد سعيد حبيبي. إن الإعلام له دور كبير جدا. أنا هضرب مثل صغير والله، ما عشان زملكاوي في تحيز في بعض الإعلام لما بنقابل حاجة للأهلي وحاجة للزمالك، وإحنا كلنا عايزين يبقى في روح رياضية. يعني أنا النهاردة بتمنى طالما الأهلي بيلعبش الزمالك لا الأهلي يكسب، وأي واحد زملكاوي يتمنى خسارة الأهلي طالما بيلعبش الزمالك يبقى مش طبيعي. لكن الاعلام صدقني بيحط الفلفل والشطه. يعني هضرب مثال وانا عايز الاستاذ شريف بالذات اللي يرد عليا. لما بنتناول قالوا في الفتره اللي كان طارق حامد فيها بيستعد للمنافسه على لقب احسن لاعب في القاره داخليا، شوهوا الراجل ده وقطعوه، ده عفياجي، ده فتوانه. طب النهارده نقدر نقول الكابتن وليد سليمان في اعلامي قال ان لعب كون وفوق وكاراتيه النهارده؟ هل ده لعب وده مش لعب؟ لما نيجي مباراه جراسيون السنغالي يتاجل يومين، قلت متشكرين ان قلتوا ان عندنا دواعي امنيه بنشكر السنغال، مع ان الاهلي تاجل يومين ما حدش اتكلم. اذا تناول الاعلام يا استاذ شريف لقضيه ما بين اثنين، ابنك انت في البيت لو اديت له واحد 20 جنيه واديت لولد ثاني 10 جنيه اصبحت عملت تفرقه في المساواه، فبيحصل خلل. فيا ريت انا بناشد الاعلام من خلال منبركم الجميل والحياديه والهدوء اللي انتم بتحللوا بيه ده، يا ريت كله يكيل بمكيال واحد، بلاش تكيل بمكيالين لان هي دي اللي بتعمل التعصب. ومش هطول عليكم اكتر من كده، شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا يا استاذ سيد حسن على الدين، استاذ حسن كلام محترم. وهنرجع تاني لكابتن وليد. هو سقوط احمد سيد زيزو في المباراه ومطالته بركله جزاء، هل كانت يعني مستحقة ولا غير مستحقة؟ والله دي وجهات نظر يا كابتن، بس هي واضحة. يعني ما كانش فيه ضربة جزاء، يعني دي وجهة نظر. طب برضه ناخد رأي كابتن محمود فيها. بتبقى وجهة نظر الحكم. لا يا أنا كابتن شايف، على فكرة واضحة جدا. مش أنا شايف إنها ضربة جزاء. بس لا بس هو ممكن لا هي ممكن يكون الحكم شاف إن زيزو يعني زودها شويه، مثل زياده أو شويه، او مش عايز اقول مثل، لكن هي ضربه جزاء مستحقه. لكن هو وجهه نظر الحكم انه ولازم يحترم يا كابتن. هي ضربه جزاء عشان ما تزعلش. استاذ شريف عايز ضربه جزاء، خلاص خليها ضربه جزاء. لا يا فعلا لا بتبقى بص لا اصل واضحه جدا يا كابتن. بص بص يا كابتن شريف، يعني انا بعتبر الحكم ده قاضي. طيب قراراته ومداخلة. تعالوا تعالوا معانا مداخلة الأستاذ جاسر من الجيزة. معانا مداخلة. ألو يا كابتن نادر. السلام عليكم. قول ألو يا كابتن نادر. عليكم السلام. عليكم السلام. كلمة قول ألو. أنا كابتن نادر. إزيك يا حبيبي عامل إيه؟ كويس أنا جاسر. إزيك يا جاسر؟ كويس الحمد لله. أنت وحشني أوي يا جاسر. وحضرتك على فكره جاسر ده لعيب جميل قوي وجامد قوي من اكاديميه الاهلي ستارز، ومن اللي ليهم مستقبل في الكوره عالي جدا ما شاء الله. ازيك يا حبيبي؟ متشكرين يا جاسر. ماشي يا حبيبي. طيب ماشي يا كابتن محمود، احنا يعني متفقين ان في ضربه جزاء للزمالك. طبعا طبعا. لا طيب. بس انا زي ما قلت لحضرتك ان الحكم، يعني انا دايما بقول للعيبه ان هي بتلعب على صفاره الحكم، ما يعترضوش على الحكم، لان الحكم في الاول في الاخر بيبقى بشر وممكن يخطئ ويصيب في نفس الوقت، لكن الاعتراض مش هيجيب نتيجه ان انت بتخسر فرقتك او بتوتر فرقتك. نادي الزمالك نادي كبير. عايز اقول لك على حاجه كمان يا استاذ شريف، يمكن نادي الزمالك في الشوط الاولاني من ماتش المازيمبي استنفذ كل اللياقه البدنيه اللي عنده، ما قدرش ينظم نفسه طوال ال 90 دقيقه. هو ضغط على مازيمبي في الشوط الاولاني، لكن لما كانت فرقه مازيمبي لمت نفسها بشكل كبير جدا. نادي الزمالك عنده لعيبه كويسه جدا، عندها حلول ان هي تكسب، مش ضربه جزاء او بنالتي
هو اللي انا اعترض عليه نادي الزمالك. هو بنالتي ممكن يغير نتيجه او سير المباراه. لا بس يا كابتن ضد فريق طبعاً زي مازيمبي وفي اجواء المباراه يعني تفرق مع نادي الزمالك. انت خلي بالك يا شريف احنا بنتكلم على مازيمبي والاهلي بيلعب النجم. انت عندك في مجموعه موت اللي هي شبيبه القبائل والترجي وعلى فكره فرق اللي هي بتاع شمال افريقيا البطوله اللي هي في الدور الرابع يعني في الدور قبل النهائي هتبقى مباراه جامده جدا. الفرق زي ما قال الكابتن سعيد قال لك ان انت عندك لازم تجاريها. لا انت مش هتجاريها. انت لعبت الزمالك او لعبت النادي الاهلي لعيبه بطولات لعيبه بيعرفوا امتى يتعاملوا مع الفرق اللي هي شمال افريقيا بشكل كبير جدا. واي فرقه بتلعب النادي الاهلي او النادي الزمالك بيبقى عارفين هم بيلعبوا مين. فلازم يكون لياقتك البدنيه تبقى عاليه. النادي الاهلي عارف عنده حلول النادي الزمالك عنده حلول فبالتالي المباراه لازم تخلص في 90 دقيقه. النهارده كمان زي ما الكابتن احمد قال لك ان المغلوب هيبقى بره خلاص يعني ما فيش واحد زائد واحد بيساوي اثنين. انت مش هتبقى ما فيش بقى تستنى 3 بونت واثنين بونت وتستنى لفرقه تتعادل لك عشان انت تخرج تطلع. لا انت يعني بيدي لا بيدي عمر ان انا لازم اكسب. اخدم نفسك اخدم بنفسك بنفسك يعني. طيب يا كابتن وليد معانا مداخله محمود من الجيزه. اهلا استاذ محمود. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. الله يخليك. الحمد لله. محمود حجاج معاك. اهلا بيك. عامل ايه يا استاذ شريف؟ الحمد لله. الله انا برحب بيك وبكل اهل البرنامج الاستاذ احمد سعيد. اهلا وسهلا. اهلا بيك وابو الكباتن محمود ابو الدهب والاستاذ وليد نادر. اهلا بيك حضراتكم. والله منورين البرنامج وبرنامج جميل جدا وربنا يتمم بخير ان شاء الله ويجعله برنامج سعيد عليكم. ربنا يخليك يا استاذ. ماشي طيب يا شكرا لاتصالك. ونرجع تاني للكابتن وليد. هو في مصطفى محمد وفرجان ساسي كل واحد عنده انظارين. هل تؤيد ان كارتون يريحهم في ماتش اول اغسطس على اساس ان هو ملوش لازمه الماتش ده؟ الزمالك صعد. الزمالك صعد طبعا. هو الزمالك كده خلاص هو الحسابات انتهت. هو صاعد تاني مجموعه يريح الناس ويبدا بقى يجهز لعيبه ثانيه والناس اللي عندها انذارات وفيها خطوره على موقفها في الماتشات اللي جايه لا يريح. هو مش خسران حاجه ويتجنب ايقافهم في مباراه السوبر بالظبط كده. ده اهم يا استاذ شريف. طبعا طبعا يحافظ عليهم. ده يبقى ذكاء مدرب ولازم يعمل كده. طيب يا كابتن محمود برضو اتساقا مع اتصالات الساده المشاهدين هنحكي في مساله تذكرتي. هل انت مع قرار المستشار مرتضى منصور بإلغاء التعامل مع تذكرتي ولا وحضور المباريات يقتصر على اعضاء الجمعيه العموميه ولا مش مع القرار؟ يعني بص عايز اقول لك على حاجه يا كابتن شريف. يمكن تاثرته نقطه كبيره جدا نظرا للظروف الامنيه اللي احنا فيها او ان احنا بنخش الاستاد او بنخش الاستاد. بص انا يمكن انا الجماهير بتخش اي فرقه او اي استاد في الدنيا ان ده الجماهير ده عامل مساعد ليا ان انت بتديني دفعه كبيره جدا. انا كمحمود ابو الدهب لما كنت بلعب احنا اول حاجه كنا بنبص عليها من الشباك واحنا داخلين الاستاد الجماهير مليانه ولا مش مليانه. لان الجماهير ده جاي مساند ليا هو مشجع ليا. الحاجه الثانيه يا كابتن شريف انت النهارده بتعتبر الماتش ان انا داخل اشجع فريقي. انا بحب نادي الزمالك انا بحب النادي الاهلي انا عاوز فريقي تكسب. انا النهارده الجماهير دي لازم يكون دخولها منظم دخولها ان انا مريحها بشكل كبير جدا. كابتن شريف في اوروبا بتتعامل انت كلنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه في اسبانيا وفي ايطاليا وفي في انجلترا ده بيتعامل حاجه زي كارنفال ان الجماهير بتروح بعائلاتها باولادها انه انت بتحب كريستيانو خارجين كنزهه يعني خارج ان انت فسحه ان انت كل الماتشات اللي بتتلعب في اوروبا يا كابتن احمد ان هي بتتلعب السبت او بتتلعب لحد يوم الويك اند او الاجازه ان انت بتدي فرصه للناس ان هي تحضر المباراه وبتتعمل في وقت اللي الجماهير تتمتع بيها. لكن احنا في مصر عندنا احنا بنعذب الجماهير. النهارده ما فيش حاجه اسمها مع تذكرتي اتعامل مع تذكرتي او ان انا ادخل الجمعيه العموميه. اصل انا مش حكر انت مش هتقول لي خش اتفرج على مين وما تتفرجش على مين. انا بحب الاهلي اخش اتفرج على النادي الاهلي صح. مش هتجبرني ان انا اخش. انا مش عضو ما انا ممكن جمعيه عموميه مش هيروح. لا انا جماهير النادي اللعيبه في الملعب عايزه الجماهير اللي بتحب النادي مش لازم يبقى عضو. انت ما تبقاش حكر عليا ان انا اقول لك ان محمود ابو الدهب عضو جمعيه عموميه واخش الاستاد اللي هي تشجع النادي الاهلي. لا انا عايز الجماهير اللي هي في الشارع اللي هي بتحبني اللي هي بتجري ورايا اللي هي بتساندني اللي هي عملت اسم لعيبه نادي الزمالك او لعيبه النادي الاهلي. هم دول الناس اللي بتيجي تشجعني من قلبها.
لكن انت عضو مجمع. انا كل يوم بتفرج على اللعيبه دي في التمرين انا النهارده، لكن انا عايز الجماهير اللي بتشجعني واقفه معايا اللي بتحس بيا او انا كلاعب كمان. في بص يا كابتن احمد، بص عشان نتكلم، واستاذ شريف اثار نقطه مهمه جدا. خلي بالك اللعيبه بتحس بالجماهير في الملعب بنبضهم، بتحس وهم بيشجعوا بالزومه بتاعتهم. لكن انا مش عايز واحد يجي يتفرج عليا يحط رجل على رجل. انا هو لاعب ملوش لازمه. انا عايز، انا النهارده مش عايز اجيب واحد يجي جايب لي شيبسي وجايب لي مش عارف ايه وبيتفرج ومش في دماغه. لا، انا عايز واحد يحمسني طول المباراه في عز ما انا محتاج ان انت تقومني وتزقني ان انا اكسب. احنا كنا بنقول للجماهير يعني انت لو اتفرجت على بتشاولهم عشان يشجعوك. انا مش عايز واحد يجي قاعد لي واعمل لي كده، لا انا عايز حد واقف 90 دقيقه في ظهري انا كلاعب. انا محتاج ولو دخل فيها جون يشجعني اكتر، هو ده اللي انا طالبه. طب ليه يا كابتن محمود نفترض ان عضو الجمعيه العموميه في نادي الزمالك انا مش احترام ليه مش راجل جمهور عادي يعني استاذ شريف؟ انا ما بتكلمش بس جمهور الزمالك من راي المستشار المرتضى، جمهور الزمالك العادي او اللي في الشارع دايما دخوله في المباريات مرتبط باثاره المشاكل. كابتن شريف، انا ما اتدخلنيش في مشاكل، معلش انا اسف. انا النهارده انا متربي في نادي الزمالك وعارف جماهير نادي الزمالك كويس جدا وعارف جماهير النادي الاهلي. جماهير الزمالك بتفهم كوره كويس جدا، وجماهير الاهلي لازم احترم عقول المشاهدين او عقول الجماهير بتاعتي. انا بقول لك الجماهير في الاول وفي الاخر، لو انت سالت ودخلت الاستاد وما لقيتش جماهير بتزعل، اللعيبه بتزعل. انا لو انا بتفرج على الاستاد النهارده انا مش فرحان ان الاستاد بيبقى فاضي طبعا. اخش 5000 و10000 يا استاذ شريف، الجماهير مساند اساسي للفرق. جماهير الدرجه الثالثه دايما منين؟ من الجمهور، من جمهور انهي اللي هو جاي منين؟ طب معلش، هو سؤال عابر كده يا كابتن محمود، مين اكتر فرقه في مصر ممكن تستفيد من عودة الجماهير؟ البورسعيد المصري، النادي المصري. إجابة دبلوماسية. أنا بكلمك النادي المصري. لا أصل النادي الأهلي أنا بكلمك أنا بكلمك أنت بتقول لي أكتر نادي مستفاد. لا، النادي الأهلي نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير، لكن الفرق اللي متضررة اللي هي تحت النادي الإسماعيلي. أنت النهارده يا أستاذ شريف بص، إحنا عندنا معلش أنا هترك لحق نقطة مهمة جدا اللي هو الدوري المصري، وليه فرصة كويسة قدام. أنت الدوري المصري السنة يعني سنة من السنين كان كله أندية محافظات، هتلاقي المحلة، هتلاقي المنصورة، الأندية الشعبية. دلوقتي الأندية الشعبية انقرضت، بقت شركات وقوات مسلحة. أنت إذا يبقى ما عندكش إلا أربع أندية بس أو ثلاث أندية هم اللي في الدوري الممتاز، هم اللي عندهم جماهير. مين هم؟ الاتحاد السكندري غير الاهلي والزمالك، الاتحاد السكندري، المقاولين، المصري، الاسماعيلي. مين تاني عنده جماهير؟ انت كان عندك يعني انت كنت بتروح المحله بتلاقي الاستاد مقفول، بتروح الاتحاد، بتروح المنصوره، يا كابتن بتروح دمياط، يا كابتن بتروح غزل شبيك، وفي اسوان برضه لها. بقول لك لا، انا بكلمك انا لعبت في النادي المصري، انا بقول لحضرتك انت النهارده لما انا كنت بروح بورسعيد او بلعب جماهير بورسعيد دي بتحرك الحجر. يعني بتخليك تنزل، الفرق اللي جايه بتلعبك كمان مرعوبه. لكن الجماهير في الاول والاخر انت جماهير اللي بتخش الاستاد دي المساند ليا. لكن انا شايف انت بتكلمني وبتقول لي اصل المستشار مرتضى منصور منع دخول الجماهير. انت يعني هو دخل، هل ده صح؟ لا انا عايز الجماهير، انا عايز الجماهير اللي بتحرك اللعيبه في الملعب. مساند طبعا بس هو بيفكرني بالظبط للاسف يا كابتن احمد مش هنلحق نكمل عن ماتش النادي الاهلي. بس مبارك للنادي الاهلي هو لسه ما بقاش مبروك رسمي، بس ان شاء الله الاهلي قدها وان شاء الله يحقق حلم جمهوره. بس الاهلي دايما عودنا ان هو قد المسؤوليه ان شاء الله. كلمه اخيره للكابتن محمود اتفضل. يعني انا كنت سعيد ان انا موجود معاكم، بس عايز اقول ببارك للنادي الاهلي. النهارده كان بيلعب فرقه كبيره زي النجم الساحلي، النادي الاهلي فرقه بطولات، يقدر ان هو كان عايز ايه، عارف ان عايز ايه من المباراه. عايز احنا اتكلمنا عن نادي الزمالك بشكل كبير جدا، لكن النادي الاهلي فرقه كبيره. فايلر عامل شكل، عامل تشكيل، عامل حاله كويسه جدا في الكره المصريه في الفتره اللي فاتت ديت. احنا النهارده لما يكون عندي اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري وبيراميدز بيلعبوا طبعا بيعود بشكل كبير جدا عم ده. فبارك للنادي الاهلي وببارك لنادي الزمالك وبارك للنادي المصري ايضا اللي كسب النهارده وصعد الكونفدراليه، صعد مع بيراميدز. فانت عندك اربع فرق بيلعبوا مكملين. مبروك للاسماعيلي ان هو مكمل في البطوله العربيه. انت عندك خمس ست فرق ما شاء الله، فبالتوفيق لهم ان شاء الله. كلمه اخيره للكابتن وليد. بشكر حضرتك يا كابتن شريف وبشكر كابتن احمد، شكرا لوجودك معانا. استضافه فوق الممتاز،
ناس محترمين وفعلا نتمنى ان هي تتكرر ان شاء الله. احب ابارك طبعا الزمالك، احنا اتكلمنا عنه باستفاضه يعني، لكن ببارك طبعا للنادي الاهلي النادي الكبير. على فكره ده طبيعي يا كابتن، بصفه الزمالك صعد رسمي. ايوه بص يا كابتن، ده بالحظ يعني انت صعدته بارجل الاخرين، لكن عموما هو مبروك للزمالك نادي مصري. لكن النادي الاهلي النهارده ادى ماتش كويس جدا، النادي الاهلي هو الاول في المجموعه مش تاني، 10 نقاط طبعا مش تاني، هو اول، والاهلي قادر اللي هو يعبر اي ازمه لان هو نادي كبير ونادي عظيم ان شاء الله، وجبل ما يهزك ريح ان شاء الله. الاهلي هو بطل افريقيا ان شاء الله. اتفضل يا استاذ احمد. إيه كده احنا وقتنا انتهى. انتهى مفيش مداخله تاني، مفيش مداخله. اعزائي المشاهدين، نرجو ان احنا نكون اسعدناكم، واحنا طبعا اتكلمنا في ماتش الزمالك ومازيمبي باستفاضه، واتكلمنا في كل نواحي المباراه حتى مدير فني لعيبه جمهور. بنشكر الاستاذ وليد على حضوره معنا النهارده، نورتنا يا استاذ وليد. كابتن مصر ونجم النادي الاهلي نورتنا. انا اللي ببقى سعيد ان انا موجود معاك يا كابتن احمد، انت من الشخصيات المحترمه معاك اضافه كبيره زي الاستاذ شريف، فربنا يكرمك. بس انا عايز بس معلش انا يمكن انا اقول، بس انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن لازم كابتن شريف انت اعلامي، يمكن احنا بنتكلم فيها ان انت لازم تبقى محايد شويه. طب ما انا محايد ان شاء الله. الف شكر يا كابتن محمود، وشكرا يا كابتن وليد، شكرا استاذ شريف. نشوفكم الاسبوع القادم مع بدون اهداف وزميلي الاستاذ شريف فاروق. الى اللقاء. الى اللقاء.